السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ريان جديد جاب لكم مقطع جديد. ولا تنسوا اللايك والاشتراك قبل بداية المقطع. اليوم مقطعنا راح نسوي انبوكسنج لخيمة أبو فلة اللي قلتوا لي سوي عنها انبوكسنج. الحين بوريكم اياها فيلا بسم الله. طيب زي ما تشوفوا هذه الكاميرات سوني اعطاني اياها ابو فلة الله يعطيه الف عافيه، والجوال قاعد اصور منه الايفون اعطاني اياه بعد الله يسعد الدنيا واخره ومره شكرا له. معليش على الصوت اذا كان في اي ازعاج قاعد اصور من الجوال بس تحملون. طيب خلينا نوريكم الباكجينج. فاول شيء تجي تفتحها زي كذا، بعدين تكون مسكره هنا فاضي اتوقع انا لسه اشوف معاكم هنا فاضيه يا فاضيين كلهم فاضيين ما عليك. تن 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 تن. الله كاميرا ابو فله هي بس صوره للثمنيل كذا عليك ثمانية ها. طيب هذه الكاميرا زي ما تشوفوا العدسة اللي هي 1650 OSS ياو هذه العدسة سوني مقفلة كذا. لا تستعجل الكاميرا طيب خليني اوريكم ايش الاغراض ابو فلة حاط لي اياها. حاط لي هذا حق هارد ديسك، الشاحن حقها رود كيف رود ما ادري، في هذا المايك بس هذا المايك ما جربته الصراحه. في هذه والله ما ادري ايش شكل هذه كاميرا ثانيه ابو فلة غلطان الو ايش هذه. شباب اللي يعرف ايش تسوي هذه يكتب الكومنتات. نوع الكاميرا يا شباب ZV-E10 4K كذا مكتوب نوع الكاميرا اللي هي سوني ما شاء الله. يعني شباب قول ما شاء الله دائما. فتفتحها كذا هذه العدسه خلينا نشغلها ونوريكم اياها. وتبغى نصور منها طيب التشغيل في هنا هذه الازرار ما ادري اذا تشوفوا ولا لا. هذه الازرار خلينا نشيل هذا هذا ايش يسوي؟ هذا عشان في مايك هنا. هذا مايك تمام فتحط هذا عشان يطلع الصوت ممتاز. فهنا اون اوف شباب هذه قال لي محي ابو فلة انه هذه احسن كاميرا احسن كاميرا للفلوجينج والاشياء يعني المحتوى حقنا. يا شباب الله يسعدكم، اي شيء تبغوه اكتبوه بالكومنتات، مقطع افكار كله كومنت. طيب فهنا الاون والاوف، وهنا هذه كاميرا سلو موشن، وهذه اللي تعزل الضوضاء انه ما يبان ولا شيء ورايا، ما عليكم الاشياء اللي ورايا بس. وهذه الزوم والوايت والتي الزوم والوايد انجل، زين ما علينا، انا قاعد اتفلسف كثير. شوف الله اشتغلت المفروض، ما ادري اذا قاعد تشوفوني هذا التصوير، هذا لا، سلام عليكم جواب، انسى لايك واشتراك ها؟ طيب الزبده ما ادري كيف اوريكم الصور، هذا خشمي، ايوه كذا، ايه هذه الازرار اللي هي حقت الاعدادات، والله ما ادري اذا باين ولا لا الزبده، هذا المنيو هنا الاعدادات وكل شيء محي الله يعطي العافيه هو ابو فلة مسوينها فانا ما احتاج شيء. فين تسوي كذا؟ هذه الازرار وهذا الزوم شوف 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 كيف؟ يعني انا مثلا الحين بعيد شوف سويت زوم الحين نرجع او يمديني اسوي من هنا زوم وانزوم وحركات. طيب تبغون نجرب الكاميرا اكيد اتوقع يعني الكل يبغى يشوف. هذه هي الكاميرا الله يعطيه العافيه حسن. هنا مدخل المايك وهنا البطاريه، يعني الكاميرا يا عيال مره صغيره والله يعني كف يدي كذا بس. انه الكاميرا هذا حقها ينقلب شوف كيف كذا، هذا انا وهذا انتم. خلينا نصور منها نحول الكاميرا. الحين قاعدين نصور من الكاميرا نفسها كاميرا ابو فلة، ما ادري ايش اسمها يا سوني ZV-1 بس اسميها كاميرا ابو فلة ما عليك. المهم ان شاء الله انه عجبتكم الكاميرا وما شاء الله يعني الجوده مره حلوه. ان شاء الله هذه بغيت تعد بغيت اتعلم عليها ويعني شوي يبغى اتوقع يبغالي مايك وستاند. شوفوا ابغى اسوي تجربه معاكم حاليا، ابغى احط هذا اسمعوا الصوت انتوا قولوا لي ايش احسن. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم ريون جاب لكم مطيني. كيف الصوت؟ الو 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 الو. طيب هذا المايك الاول، نجرب هذا المايك اللي هو مايك سوني، اتوقع هذا يجي من نفس الكاميرا والله ما ادري. فانتوا قولوا لي ايش احسن عشان اصير استخدم ولا اروح اشتري مايك ثاني، وايش في مايكات كويسه وستاندات. وانا معليش اني مقرب الكام
طيب الحين في كثير ناس يسألون ليش تقرب الكام زي كذا لما انت تيجي تصور. انا ما اكون باماكن عامه تمام، ما اكون باماكن عامه ما احب اطلع الناس اللي حواليني اقعد اسوي كذا، بس من اليوم وطالع راح اصور كذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تمام زي كذا. ف خلاص الناس بسوي لهم بلور ولا احط لهم اي شيء عادي يطلع شباب عادي يعني احظهم طلعوا بقلادي يعني طلعتهم قال الله نمزح بس ان شاء الله راح نعدلها. يبغى لي اشتري ستاند لانه ما اتوقع ان يدي حتضل شيء زي كذا يعني مره صح. فخلينا نركب المايك ثواني تقدر تسمعوني في صوت ولا لا، بس ان شاء الله انه في صوت. ما ادري الصراحه اذا طالع الصوت ولا لا، اذا مو طالع الصوت مو طالع الصوت. فهذه الكاميرا وهذا المايك يب ايش تبغوا تصور فيها مقاطع يعني. هذا اسمه السلسله اللي حاول اخذ 30 مشهور. تعال تعال شكلك ما شفت السلسله، هذه الصوره روح تلاقيها بالدسكريبشن اضغط عليه تابع السلسله كامله ولا تنسى لك الاشتراك. كم المقطع راح تتاخر لين ما الاقي مشاهير شباب، والله ترى مره صعب تقعد تدور مشاهير تروح ترجع ودنيا. ان شاء الله انه احاول انزل لكم مقاطع ثانيه. مثلا تبغوا جيمنج، في كثير قالوا لي ارجع للجيمنج، انا قناتي كانت جيمنج فجيت حاول شكل المقطع اللي حيكون جيمنج والله ما ادري. ف هذه كان انبوكسنج للكاميرا، وريتكم كل حاجه. اتوقع انه لا ما احتاج تشوف الاعدادات وهذا اشياء تطفش منها. سوى زوم لحاله، سوى زوم بالغلط. ايه ايوه. فما شاء الله شباب دايما نقول ما شاء الله والحمد لله. هذه بعد عناء 41 يوم. يعطيك العافيه مره ابو فله. حسن حبيبي شكرا مره والله، دقيقه تشوف المقطع انت غيرت مره كثير، غيرت كثير. الله يعطيك العافيه وين ما رحت ويوفقك يا شباب. تبغوا تعرفوا ليش ابو فله قاطع؟ اقول لكم نخليه مقطع جاي. ايش رايكم مقطع جاي؟ مقطع جاي اقول لكم ليش ابو فله تسوي التسريب هذا يا شباب. طيب شكرا لكم على المشاهده، لا تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم ريان شديد، مقطع خفيف بسيط يا حبيبي. سلام عليكم. كيف تطفى هذه؟ دقيقة بس، هذه كيف تطفى؟ أيوة هذا الزر باي.